يحكى أن صحف الخرطوم اليومية في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي كانت تحمل عنوانا رئيسيا لقارئها، وهو أين تسهر هذا المساء؟ هل كوليزيوم أم بانت أم السينما الوطنية أم العرضة؟ ثم تدرج لهم أسماء أكثر من 20 عرضا، وكان لكل سينما نكهة ومناخا ومعمارا مختلفا. شهدت السينما في السودان انحسارا وركودا كبيرا في نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، قفلت فيه دور السينما أبوابها، وأصبح الحراك السينمائي ضعيفا ولا يغدو إلا من أحاديث الذكريات والإطلالات القديمة التي تذكر بماض عريق. ظهرت جائزة تهارق الدولية للسينما والفنون في عام 2013، هي أول جائزة دولية في السودان تقدم كل عام لصانعي الأفلام من جميع أنحاء الوطن العربي من قبل مجموعة سينما الشباب. جائزة تهارقة تعتبر الآن من أهم الأحداث السينمائية على النطاق المحلي والعالمي، حيث تساهم في تشجيع صانعي الأفلام الهوى للوصول إلى الاحترافية. تقدم جائزة لأفضل الأفلام الروائية وأيضا الطويلة والقصيرة، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل ممثل وممثلة، وأيضا جائزة أفضل مؤثرات بصرية، وأيضا جائزة أفضل مونتاج. يتم الإعلان على الجائزة في احتفال ضخم يعبر عن عظمة الملك تهارقة وعراقته التاريخية، كما تعتبر ملتقى فني سينمائي دولي يقام سنويا بالسودان وولاياته المختلفة. مرت على جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون 6 نسخ خلال السنوات السابقة، وقد تمت بنجاح النسخة 6 التي ارتكزت على التعايش السلمي، حيث قيمت في ولاية شمال كردفان عروس الرمال مدينة الأبيض، وهي نسخة مؤجلة من العام السابق نسبة للظروف التي كانت تمر بها البلاد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة سودانية 24 في كل مكان. إذن هي حلقة جديدة، حلقة خاصة من سينما السودان للحديث عن جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون التي أقيمت في ولاية شمال كردفان. السياحة حين يكون الكلام عن بارا والرهد ومروابة وجبرة الشيخ، الفن لما يتصل الحديث بمقامات كردفانية كالأستاذ عبد القادر سالم وملكة الدار والمشير سوار الذهب ومبلين السنوسي. تفاصيل اليوم الثاني كان زيارة لأهم وأبرز معالم المدينة في عروس الرمال. أما في الفترة المسائية فكانت هناك عروض لأمسية بانوراما الثورة السودانية. أما في بداية اليوم الثالث كانت هنالك مناقشة لأوراق متخصصة في السينما السودانية، منها مسارات الحكي الشائكة بين الرواية والفيلم، التصوير والإخراج والصوت والموسيقى. هذه عناوين تقودنا للعمجاد الله جبارة، رجل حول العادية كل العادية في حياته إلى مشروع سينمائي وثائقي كبير وإنجاز أبوي عظيم، حقق معه لأسرته مركزا مرموقا، وصنع لنا من خلال تجربة سينمائية ووثائقية بالإنجازات في أزمنة قياسية وإمكانيات بسيطة جعلته محفزا بحد ذاته.
أول عرض سينمائي في السودان في عروس الرمال في هنكر 5 السكة حديد، حيث كانت السكة حديد تحتضن أمسية ليلة حب للعم ياض الله جبارة. أما في تفاصيل اليوم الرابع، كان يوم مختلف جدا للغاية. في الفترة الصباحية كانت هنالك عروض للأفلام المشاركة في المهرجان، تحديدا الأفلام الدولية بمشاركة 360 فيلم من جميع أنحاء العالم. أما في الفترة المسائية، كانت عروس الرمال اللبيض تحتفي بالدولة الضيفة الهند لجائزة تهارق الدولية للسينما والفنون، وهي دولة الهند، حيث كانت الجالية الهندية تشكل حضورا أنيقا في المهرجان، وتم اختيار دولة الهند للتمازج بين الثقافات الكردفانية والثقافات الهندية كالزي والسلم السباعي في الموسيقى. احتراما وتقديرا لكل الناس السمحين، الناس الجميلين، ناس مدينة الأبيض، انتوا احلى سودانيين واجمل سودانيين. وبيت فيها خير ما في زول عارف عنه حاجه. الخير في وشوشكم، في استقبالكم للناس، في كيف وقفتم على الشباب دير للمرتين. المره الاولى وقت ما خزنتنا الحكومه الفاتة في انه ما نقدر نقوم النسخه السادسه في مواعيدها. بدور شنو الناس كانت بتضرب تليفونات، بدور شنو الناس كانت بتكتب على السوشيال ميديا وبقولوا لنا معليش احنا اسفين. والسنه دي وقفتوا مع اخوانكم وقفه رجال. مفتكر انه اللغه دي
ممكن تقدر تخش بيها اي بيت. واتمنى انه احنا الشباب في السينما السودانيه يكونوا قويين. يوم الخامس قبل ختام المهرجان كانت هنالك عروض للأفلام الوطنية المشاركة في الجائزة، حوالي 30 فيلم وطني.
والله انا كان عليه كل شهر تجربه، يعني هزيت الأبيض مفاجآت جميلة. قبل كده كانت ما في كلكم، والله جونا ناس لكن ما زيكم، جونا ناس لكن ما زيكم خالص كلكم، الاحترام، الأدب، التعليم، المنطق، يعني وظفته أيام سعيدة، والفت كل الناس وكل الأحباب، يعني الناس كلها فتحت صدورها ليكم، تتونس معاكم، تضحك معاكم، يعني تجنب معاكم، يعني حبتكم حب شديد يعني. وقال ليس اليتيم يتيم الأم والأب، ولكن اليتيم يتيم العلم والأدب. إنسان ما متعلم أتيم، أتيم والله مظلوم، يعني العلم ده يقطع بيتا لا عماده. السلمة ما شاء الله، السلمة أهلك ويسين ما شاء الله، وكل التعليقات يعني سلمة الله كويسة، يعني رفعتنا ذاتها، رفعت مستوانا حبة، يعني تعلم التجمع مع الناس، تعلم يعني تكلم مع الناس كيف، تعلم يعني تقاوم مع الإنسان كيف، تعلم يعني يحلل المشاكل، مشاكل الإنسان المظلوم كيف يعني، وينطق كيف، بالسلمة يعني. أنا بعتقد إنه اللي عملتوه لينا ده حيكون درس للجايين كلهم، أول بداياتها بتشتغل فيها إنه الناس يعني هتشوف قدر شنو مبينة كريمة معانا، كريمة مع كل زول زارة ومع كل إنسان عاش فيها. يا اخي احنا كنا بنعيش في حله واحده، لا كنا بنعرف ده قريبنا ولا ما قريبنا، ولا جاي من الشماليه ولا من الغرب ولا من غيره، عايشين احلى عيشه وبناكل من صحن واحد. انا ما كلام كثير عايز اقوله، لكن الحاجه الوحيده اللي عايز اقولها لكم، انتوا هتفضلوا كده وما حتتغيروا، المبيض هتفضل كده وما حتتغير مهما الناس قالت، مهما الناس قالت الناس سافرت الخرطوم، سافرت وين، المبيض يا هم المبيض. مستمرين في الحديث عن جائزة هارفا الدولية للسينما والفنون، سعيد جدا أن تكون معي الأستاذة المخرجة السينمائية ورئيسة لجنة تحكيم الجائزة أستاذة سارة جاد الله جبارة. أستاذة سارة أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا ومرحبا. في البداية كده أستاذة سارة، يعني حابة باسم كل الشباب يعني نشكر كل دعمك اللي بتقيه فيه مع الشباب، وبتكون متواصلة وحريصة جدا أنك تكوني مواكبة مع الشباب في كل تفاصيلهم وكل حاجاتهم السمحة. والله شكرا جزيلا، وانا كنت حقيقه سعيده جدا باني اكون وسط الشباب في تحكيم الجائزه، واتبسطت اكثر انه فعلا ما كانت في الخرطوم، فدي مكنتني اني اكون القى وقت اطول انه اقضيه وسط الشباب المصورين والمخرجين، ونتناقش ونتفاكر في المستقبل بتاع الشغل بتاع السينما. طيب استاذ سارة، بدايه كده خلينا نتكلم عن الافلام اللي كانت مشاركه ونوعيتها. هي كانت أفلام قصيرة، يعني أغلب الأفلام هي أفلام قصيرة روائية. في دوكيومنتري اثنين ثلاثة، يعني قليل الدوكيومنتري ما كان كثير، لكن كان في أفلام روائية قصيرة. فحقيقة كانت أفلام، أنا عجبتني الأفكار كلها بتحت الأفلام، والمعالجة بتحت الأفلام كانت لحد كبير كويسة. طبعا محتاجين هنا وهنا شوية، لكن أغلب الأفلام ممتازة كانت وكويسة. نعم. وعلى مستوى جيد يعني، وبتمنى إنه السنة الجاية يكون كمان يعني خدتوا في باله، لأنه أغلب الناس جات سألت ليه الفيلم فيه وشنو يعني تناقشوا حتى في خلال الأفلام، فأفتكر المرة الجاية حيكون الأفلام أحسن، لأنه كل ما الواحد يعمل فيلم ويسأل حصل في الفيلم ده شنو مشاكله شنو، فالمرة الجاية حيكون يعني مكتمل. شفت الأفلام ووجهت وعملت ورشة، عملنا ورشة صغيرونة كده، فتناقشنا فيها في شكل الأفلام، في كيف تصنع فيلم، كيف الفيلم يكون بشكل يعني تقدر توصل به لمهرجانات عالمية. يعني نحن ناقصانا حتة صغيرة وممكن نشارك بأفلامنا دي ونجيب جوائز. طيب من وجهة نظرك شو الحتة الصغيرة الناقصانة اللي ما قادرين نحققها؟ نحن حقيقة قاعد نشتغل، ما بنشتغل بتيم كامل، دايما بنشتغل بامكانيات صغيره، ودي ما عيب، لانه اوكي افلام انا بفتكر انه بنتعلم فيها وبنتدرب فيها. ما في امكانيه عشان نعمل فيلم بامكانيه كبيره، لكن في نفس الوقت نحن محتاجين تشتغل بتيم كامل، يعني يكون عندك مصور وبتاع اضاءه وبتاع صوت وزول يعني في مشاكل في الريكور اللي هي لانه بين مشهد ومشهد بيكون في اختلاف في اللبس، او في يعني زول تلقى مثلا لابس فانيلا دخل بفانيلا مرق بفانيلا. أي. يعني في حاجه صغيره محتاجه ورش، ومحتاجه الناس تركز عليها اكثر على اساس انه، واهم من ده كله الفكره، ونحن عندنا افكار كويسه شايفه في
افلام كلها كان فيها افكار، بس دائما الزول يسال روحه هو عايز يقول شنو في الفيلم ده عشان يدي مسج كويس، الرساله اللي داري يوصلها من خلال الفيلم. طيب استاذ سر، كان في مشاركه افلام دوليه وافلام وطنيه، من وجهه نظرك وتقييمك كان للافلام الوطنيه كيف؟ والله هي افلام كويسه، لانها هي انا بفتكر هي بتوثق لمرحله مهمه في حياتنا، وبتتوثق انا مبسوطه انها هي بتتوثق بفكر وباحساس شباب، يعني هم انا بفتكر هم الشباب هم اللي عملوا التغيير وهم وثقوا لنفسهم بشكل جميل جدا وبشكل مؤثر شديد جدا. يعني هم عكسوا حاجتهم بشكل ايموشنال اكثر مما ان بروفيشنال يعني. فالاحساس كان قوي حتى اثر في الناس المشاهدين، وده مهم جدا انك تاثر في المشاهدين. لكن في ناحيه فنيه بتقوم تحتاج انك يعني ما دخلوا صنعه شديد في الشغل، يعني كانوا بيشغالين باحساسهم، واللي هي حاجه كويسه وافتكره جميله جدا. فمحتاج شويه هبشات عشان يكون فيها صناعه، يعني فن بس ما بينفع، لازم يكون في صناعه شويه في الحاجات. عشان في الفتره الاخيره ظهرت كميه من المهرجانات، واحد منهم مهرجان جائزه التهرقه الدوليه. نحن من في وجهه نظرنا المهرجانات بتكون شغاله اللي هي الفتره بس فتره المهرجان، بعد ما ينتهي المهرجان الناس بتقف عن العمل. والله يا افتكر دي سؤال مهم جدا حقيقه، مش تهرقه بس، يعني كل المهرجانات، يعني في اكثر من 4-5 مهرجانات في السودان هسه يعني معموله عاملينها الشباب. فاللي دي ظاهره صحيه انا بفتكر في انه الناس بتعمل افلام، فبتخلي في الذاكره انه السينما دي حاجه مهمه وبتعمل حراك، وبنشوف الناس كيف متعطشه انها تشوف افلام وتشاهد وبتجي من بيوتها عشان تتفرج على الافلام اللي احنا عاملينها، فدي حاجه كويسه. بتقيف الافلام دي لانه انت عشان تعمل حراك ما المهرجان بس ما كفايه، لازم يكون في حراك طول السنه، عشان يكون في حراك طول السنه لازم يكون في انتاج طول السنه، عشان يكون في انتاج لازم يكون في تمويل، عشان يكون في تمويل لازم يكون في سوق انا ببيع فيه فيلمي ده عشان اطلع منه عايد عشان اعمل فيلم ثاني. لكن اغلب الناس اللي بتكون شغاله في مهرجانات ما عدا عدد قليل جدا بيقوم بيشتغل فيلم، انا مثلا بكون دكتور مثلا واقوم اعمل لي فيلم من نفسي كده، يعني مزاجي انه اقوم اعمل فيلم، ممكن يكون فيلم كويس او ما كويس دي ما المهم، المهم انه طيب ها وبعد ما عملت فيلمي ده هيحصل شنو؟ ما انت فيلمك ده لو ما سوقته اكيد في الاخر حمشي ارجع لشغلتي ولا مهنتي الاساسيه، هعمل وانا شاب حاسه لكن ما حياكلني عيش. لكن انت عشان تاكل عيش وعشان يكون في استمراريه لازم يكون في سوق للشغل بتاعك اللي انت بتعمله، يعني ما يكون بس هوايه، يعني يكون ده المهنه حقتي اللي انا هشتغل فيها طول عمري. طالما هتشتغل فيها معناها لازم انتج وابيع واشوف تمويل، ما في تمويل لانه ما في زول حيمولك لانه ما حيعرف قروشه ده حتمشي وين، يعني انا احسن لي اشتري بصل وابيعه أيوة. في السوق حكسب في النو تايم قروش وارجعها في جيبي، لكن اعمل فيلم حتى ما عنده التصور لانه طيب قروشه دي حتكون مجمده لمتين، الفيلم ده أيوة. بياخذ وقت طويل في الانتاج عشان نرجع لي ما في سينمات عشان اعرض فيها. يعني هسه في المهرجانات كل العروض مجانيه اللي هي الناس بتخش وتمشي، كل العروض ذاتها مجانيه. ولو لاحظتي في المهرجانات الافلام اللي بتعرض فقط في المهرجان، ما بيتم عرضها سواء كان في قناه تلفزيونيه او محطات اعلاميه ثانيه. هي المفروض نحن تيلا عشان مثلا افلام الفايزه انا بفتكر من حقهم انهم يكونوا في القنوات، يعني القنوات دي تجري عشان تشتري الافلام ده عشان تعرضها. تمام. يعني حتى هي من ناحيه تشجيعيه ما قاعد تعرضها، لكن انا بقول اوكي الناس تشتري الافلام دي تشجيعيا عشان دي جايزه للفيلم ذاته، الفيلم الفايز انك تعرضه في حته في يعني تحتفي به وانت كدوله تحتفي بالفيلم ده عشان الناس تشوفه، عشان الناس ثانيه تنتج، عشان الممولين يجوا ويعرفوا انه والله يا اخي الحاجه دي رساله جاده. وبرضه في حاجه مهمه جدا، يعني صحيح ان احنا كمان مش بس تمويل، انا بفتكر انه الدراسه مهمه جدا، انت مهم تكون هاوي، لكن لما تقرا وتتعب في الحاجه اكيد حتستمر فيها اكثر، لكن انا لو عندي مخرج غير السينما حقوم امشي اشوفه. يعني استاذه ساره، جائزه التهرقه بتتجه لسياق انها بتعمل ورش قبل المهرجان، اللي هو القصد منه بتدعم الشباب باعتبار جائزه التهرقه منصه لكل الشباب الهواء للوصول للاحترافيه. شنو ثاني الحاجات اللي بتنقصنا عشان نصل للمرحله دي؟ انا بفتكر الورش دي
مربوطة دائما صح بالمهرجان، لكن احنا محتاجين نعمل حتى الورش دي على مدار العام. يعني ما نقول والله نحن مستنين مثلا المهرجان عشان نعمل الورش دي. انا بفتكر الورش دي المفروض تسبق المهرجان. يعني مثلا نحن نعمل ورشة مثلا قبلها بأربع شهور في صناعة الفيلم او في التصوير او في كده، ومن خلال الورشة دي يكون مثلا السين بتاع يعني المهرجان. أيوة. يعني زي ما نحن كنا حس التعايش السلمي مثلا، عمل حاجة عن التعايش السلمي وأفكار وكيف نحن بندعمه بأفلام بتصوير بكده، ويكون كل السيم نحن شغالين من قبلها بأربع شهور. منا هنا بتكون الورشة ساعدت في برين ستورمينج للعصف الذهني. أيوة. بتاع الشباب عشان هم يفكروا بطريقة إنه كيف نعمل، نحن هنعمل كده، طيب أوكي أنا أعمل كده. يعني تقودهم تاخد لهم لاين عشان يمشوا فيه عشان المهرجان ياخذ السين بتاع. طيب استاذ سارة، من الايام اللي كنت متواجده فيها في اللبيض في عرس الرمال، شنو اكثر الايام اللي لفتت انتباهك وحبيتي الحاجه فيها؟ والله انا اليوم الختامي حقيقه اثر فيني شديد جدا، وصحيح بقدر ما الافلام كلها انا حبيتها، يعني انا حبيت الافلام وشفت الفرحه بتاعتي انه الناس بتاخذ في جوائز نتيجه لتعبهم وحسوا بانه تعبهم ده يعني مغدر، فدي كانت حاجه جميله لان لما اشوفهم هم مبسوطين كده. واتبسطت ثاني في اليوم بتاع ليله حب للامجاد الله جباره، اكيد طبعا يعني دي اثرت فيني حقيقه كثير جدا، لانه يعني خلال ال 30 سنه دي ما في زول يتذكر العمجاد الله يعني بشكل يفرد له انه هو كسينمائي. برا اتكرم كثير، اذا عملت عنه افلام، اذا عملت حاجات كثيره، لكن في السودان هنا يعني ما لقى يعني استحقاقه. فكونه فيلمه يعرض في هانجر فايف فكان دي حاجه يعني تطشي بالنسبه لي شديد جدا، اثرت فيني كثير جدا. يعني سعدت انه الناس شافوا فيلمه هناك وكانوا متجاوبين معه، وفي ناس اول مره تشوف الفيلم اللي هو عمله. فيعني اتبسطت في الحته دي، لكن اتبسطت بالشباب انا حقيقه اكثر في نهايه المهرجان على العرض المسرحي اللي اتعمل، برضه كان يعني مختلف حاجه جميله يعني من ناس هو، فكان حقيقه حاجه عظيمه يعني ما اقل من اي فرقه بتاعت باليه محترفه، فكان حاجه جميله جدا. العروض بتاعت الافلام والناس بتشوفها دي كانت بالنسبه لي برضو حاجه، القعدات بتاعت الشباب مع بعضهم وهم بيتناقشوا دي برضو كانت حاجه جميله جدا. يعني بتحس قدر شنو انه الشباب دي واعيين، وقدر شنو مهمومين بالسينما، وقدر شنو هم مهمومين بانه يعملوا حاجه وانه يطوروا روحهم كيف. يعني أنا بناشد والله من هنا يا ريت يلقوا دعم من الدولة، ويلقوا دعوة من القنوات، ويلقوا دعوة من برا، ويلقوا دعوة يعني الناس تحاول تلقى لهم فرص عشان يمشوا ويعني يتقدموا أكتر، علشان نحن دل يعني عندنا أفكار كويسة جدا ونشيطين جدا وفي مواضيع كثيرة جدا ممكن ننافس بها. سارة، عندنا شباب مبدعين جدا متميزين وفنانين، يعني قدر ما يبدأوا ويسووا حاجات جميلة جدا ما بيلقوا واقع يعرضوا فيه حاجاتهم دي، شنو الحاجة اللي احنا محتاجينها عشان نطلع الإبداع جوا الشباب دي؟ احنا أول حاجة محتاجين لثلاثة حاجات، محتاجين أول حاجة منصة دراسية، يعني مثلا ما حد بتاع سينما حقيقة يقروا فيه سينما، يقروا فيه صورة، يقروا فيه تصوير سينما، يقروا فيه كيف إنك تكون الكادر بتاعك شكله شنو، وليه بتعمل الكادر ده شكله كده، يعني دراسة. محتاجين لحتة منصة نعرض فيها تجاريا، يعني نحن عندنا منصة حس عندنا الشوارع بنعرض فيها، وعندك يعني شايفة في الناس بقت في عروض كثيرة جدا، لكن نحن محتاجين لعروض تجارية عشان يجيك فيدباك، عشان أنا لو أنا قريت وجيت وما لقيت لي شغل أعمله ما في تطبيق يعني حمشي أشتغل حاجة تانية، ما أنا لازم أكل وأصرف هعمل شنو، لازم أشوف لي شغلة تانية. فانت لازم تاخد توفر دراسه، نحن عندنا في ناس درست برا وجات لكن برضه ستيل ما في حته يشتغلوا فيها، فنحن عايزين يكون في منصه عشان اعرض، منصه عشان اعمل شغل خاص، يكون في شركات خاصه بتنتج وتعرض، يكون في سينمات
يكون انت لما يكون في سينمات حتلاقي التمويل جاء اوتوماتيك، يكون في صندوق لدعم الحاجه دي. فانت اوتوماتيك لما يكون عندك ناس فنانه، انا عندي ناس فنانه لكن ما عندي تمويل، ما عندي منصه عشان اعرض فيها. فانت لازم تكمل الترايانجل بتاعتك دي عشان الناس تكمل بعض. يعني انت لازم يكون عندك انتاج صح، يعني عندي فن، تمويل، صناعه وتجاره. لو ما تلموا الثلاثه مع بعض واحد بقى ما في. انا انتجت افلام حلوه، طيب وبعدين؟ حشوفه يوم وخلاص انفينشت، انتهت. زي ما هعمل ثاني فيلم أيوة، لانه ما عندي قروش ثاني. يعني انت ممكن تكون لميته بعدين انت لما تعمل الفيلم الاول الناس ما حتحاسبك عليه. لكن لو فزت مثلا الفيلم ده فاز، الفيلم الثاني لازم يكون اعظم من الفيلم ده، معناه محتاج انتاج اكثر. تتعب في الانتاج اكثر، اتعب في الانتاج اكثر، طيب حجيب قروش ثاني برضه حتقع في الوطن، ما حترجع. من خلال كلامك يا استاذه قلنا محتاجين لمنصه، منصه دراسيه مختصه بالسينما. صح. الشباب هنا بيتجهوا لخارج البلاد. نعم. يدرسوا سينما. وفيهم اللي بيجي راجع وفيهم اللي بيستقر هناك. دور الشباب اللي بيهاجروا برا يتلقوا التعليم ويجوا راجعين، دورهم شنو بالنسبه للبلد؟ دور كبير جدا، لانه هم المفروض انا طالما انا تعلمت حاجه، يعني طالما ما في منصه رسميه اتليست يكون حاضرين في الورش الموجوده، او يجي يعمل ورشه يعني ينقل الخبره بتاعته دي للناس الثانيه، ومهمه دي. يعني ما انا خلاص اتعلمت حقوم امشي اقول والله خلاص اوكي انا هعمل افلام برا وانا ناجحه برا وخلاص اجي اعمل شنو هنا. لا، انت تعال عليك ضريبه للشباب اللي انت كنت واحد منهم وما لقيت زول يساعدك، ساعده في انه تديه تجربتك، والله توري الكاميرا دي بيشتغلوا كيف، لا والله لو عملت كده يكون افضل، يعني تناقشهم اكيد يمشوا لليفل افضل. ممكن يستمر يقرر هو ذاته يمشي يقرا ويجي يكمل هنا. هي لكن احنا محتاجين حقيقه لحته نشتغل فيها هنا. يعني الناس بتيجي من هناك بتمويل بتشتغل هنا وبترجع ثاني، لكن ما في زول بيقعد هنا لانه ما في منصه عرض. يعني انا حاشتغل فيلم ما حلقى عرض، يعني ما حقدر اعرض فيلمي. اللي هو حاختصر به بس في المهرجانات، سواء كان اتقبل ولا ما اتقبل. لو اتقبل لا، وما اتقبل في الاخر ما يعني ما في مقابل انت لفيلمك ده. طيب استاذ سر، المرحله الجايه مرحله بناء ومرحله تعمير، مرحله سودان جديد. نعم. سودان ابنه الشباب بانفسهم، سودان ابنه الشباب بمواهبهم، سودان ابنه الشباب بابداعاتهم المختلفه. شنو المطلوب من الشباب ان شاء الله من وجهه نظرك في الفتره الجايه في مجال السينما؟ انا والله المفروض هم ذاتهم يطلعوا بورقه، يعني نحن ديل يعني هم افكارهم كويسه، فما يعني نحن ده ممكن نقيف معاهم عشان نساعدهم، لكن الناس دي ذاتها تقعد مع بعض وتشوف اوكي طيب ورقه عشان نحن نمشي. يعني بيخطوا في بالهم انه اوكي التمويل، المنصات اللي حنشتغل فيها، الدراسه، ونشوفوا كيف ممكن نعمل الحاجه دي مع بعض. يعني يضغطوا بورقه نمشي بها الوزاره، نمشي بها مع بعض مجتمع، يعني منظمات مجتمع مدني، لازم نشوف فيه جسم عشان نتحرك فيه من خلالنا، جسم يجمعنا نحن تلك فنانين، جسم يخص السينمائيين، يخص السينمائيين الشباب، يقول والله نحن حنعمل مثلا يسموها رابطه، يسموها نغابه، يسموها whatever، يعني ما مهم الاسم بقدر المهم هي الحاجه اللي بتمسكنا نحن مع بعض، شنو حاجه مشتركه بتمسكنا نفكر مع بعض، بعدين ما نبخل على بعض. يعني مثلا والله انا بعرف اصور، ما حقوم اقول والله اوكي انا ما حساعدك انت، لانه انا لو ساعدتك انت فيلمك حيفوز وانا فيلمي ما حيفوز. اوكي خلينا نساعد بعضنا في انه الخبره اللي عندي انا انقولها لواحد ثاني مصور يكون تعبان شويه اتعلمه اكثر، واحد مخرج يوريك والله خبرته شنو، اوكي لو قمنا عملنا كده، لا طيب الزوايا لو قمنا اشتغلنا زوايا كده، فهي ما حتكون انت كوبي زي ما هو نفس الشيء اللي هو بيعمله، لكن انت والاد من نفسك وحتكون في حاجات ثانيه، يوريك ذاتك انت تفكر كيف وتمشي كيف. لكن احنا محتاجين لكل الناس تساعد، يعني حتى الناس اللي عندها خبره الكبار يجوا يساعدونا، يساعدوا الشباب ديل، يقول لهم اعملوا وين، يحطوا لهم لاين كده اتجاه معين. بعد الانحسار والركود في مجال السينما بالتحديد، فتره كانت طويله جدا الناس نست فيها يعني شنو سينما. صح. بقت لما نقول في عرض في الحته الفلانيه ما في زول بيكون مهتم بالموضوع الا فئه بسيطه جدا. حابب انك توجه رساله للمجتمع حول السينما وكيف الناس تعيد النظر لها مره ثانيه، والسينما قدر شنو مهمه للناس.
والله مهمة جدا. هي بفتكر مش انه الناس بتجي فئة معينة، بتجي فئة معينة لسببين. يعني انا لاحظت حاجة، في ناس كثيرة بتجي بيحضروا العروض دي بالمناسبة، يعني غير الشباب، لكن بتلاقي الفئة بتاعت الشباب بتجي بتعمل مشكلة حضور في المهرجانات اكثر من الناس الكبيرة. لسببين. حاسة دي احنا يعني وانتم معتمدين دائما في كل المهرجانات الناس معتمدة على الـ وسائل التواصل، السوشيال ميديا. نعم. السوشيال ميديا. نعم. يعني واحد اوكي انا بعمل الاعلان بتاعي على الفيسبوك ولا تويتر ولا واتيفر، بقوم بدعي، فالناس اللي بتستعمله يعني 90% صحيح الناس بتستعمله الكبار، لكن بيستعملوا في شكل في حاجه مختلفه. نعم. او ما بخشوا معكم او ما في الجروبات حقتكم. يعني انتوا الرساله دي بتوصل في جروبات، يعني ده جروب ما عارف السينمائيين، ده جروب ما عارف شنو، فما لكل الناس، لكن الناس كلها لما تسمع انه في سينما، يعني حتى الجيل بتاعنا ده بيحب السينما وبيمشي وبيجوا وبيشكلوا حضور، بس يعرفوا كيف انه في مهرجان في الحته الفلانيه وبيمشوا، فلازم يكون في اعلان مكثف، لازم يكون في دعوه. يعني الواحد لو كل زول من الشباب ديل جاب امه ولا اخواته ولا جاب ابوه جيرانه كلمهم يا جماعه تعالوا الليله في حاجه رهيبه، انا متاكده الناس حتيجي وحتستمتع، لانه انا شفت الناس وهي بتشوف في الافلام، يعني ما دايره تقوم الفيلم بيخلص وبتلقى الناس قاعده لسه بتشوفه مهتمه لسه ما عايزه تمشي. أيوه. لانه ما عايزه اللحظه دي تنتهي. أيوه. يعني لا يعني عايزاه تمتد عشان هو يستمتع اكثر بوجوده مع الناس. يا ريت سارة ترجع كل الحاجات السمحه دي وترجع حاجات زمان اللي كانوا بيحكوها لنا، بقول لنا زمان في الصحف اليوميه كان بيكون اين تسهر هذا المساء، اين تسهر هذا المساء، مهمه جدا عشان يكون في هويه. نعم. عشان تكون عندنا هويه وسط العالم لازم يكون عندك سينما، لان انت لو ما عندك سينما الناس ما حتشوفك. يعني حسا لما نيجي فيلم مصر بتلقى الناس كلها فاهمه، لكن انا بتمنى انه نحن لما نتكلم سوداني يفهمونا في اي مكان. ده لو بقت عندك سينما الناس حتشوف ثقافتك، حتشوفك انت منه. فبدون سينما انت ما فيش، ما موجود في الخارطه الثقافيه للعالم. طيب استاذ سارة، الناس المهتمين في مجال الثقافه والاعلام اكيد عندهم دور، ودور كبير جدا في مجال السينما ده، شو الحاجات اللي ممكن يساعدوا ويدعموها بها؟ هي طبعا السينما عندها مشكله كبيره جدا، يعني من الاستغلال بتلاقي انه الناس ما في، يعني ما اتعملت السينما بشكل عشان تنتشر، يعني اتعملت عشان تخدم النظم المحدده، يعني مثلا من بدري اتعملت عشان تمشي، لانه ما كان في فيديو، كانت هي بتمشي مع الرئيس وبتصور حاجاته انشطته المشاريع اللي بتتعمل كده. يعني بتلاقي حتى في السودان هنا حتى الافلام اللي اتعملت كلها اتعملت بمجهودات فردية. يعني حسب بتلاقون كلهم يمكن 10 افلام. يمكن حسب بعد الافلام الجديده يكون بيجوا 15 فيلم. فبرضه شويه. يعني من 64 سنه تعمل 15 فيلم في دوله، يعني ده انتاج بتاع نفر واحد، فكل واحد بيكون يا دوب هو بيعمل فيلم بس، لانه ما في منصات عشان تجيب قروشك بيكون هو فيلم واحد، فمن هنا بتكون دي الاشكاليه. فما في، حتى بتلاقي انه في الوزاره السكتر بتاع السينما صغير جدا. يعني اتعملت مؤسسه الدوله للسينما محصوره على حته معينه مثلا او على افراد محدده. يعني ما بيعملوا، ما في اهتمام ليها. يعني مثلا بتلاقي المسرح شعبه كبيره جدا اللي ما عارفش مزيكا بيهتموا بها او اكثر، لكن دي على استحياء بتلقى لك خاتين لك حاجه صغيرونه كده في الركن يقول لك ده السينما. فبتمنى انه يعني في العهد الجديد ده انه الناس يعني السينما دي يكون عندها دور اكبر، لانها بتوصل لناس اكثر وسهله، بس دايره شغل كثير جدا. في مساحه خيره استاذ سارة، دايرك توجهي رساله او دعم لكل الشباب وكل الجهات المختصه في مجال السينما وكل المجتمع؟ انا اول حاجه بقول للشباب والله انتم حلوين جدا، اوعاكم تكسلوا وتقولوا والله يا اخي تعبنا او خلاص بقى صعبه انه نستمر، استمروا انتم ديل حتعملوا افلام وحتكسروا الدنيا، وانتم اللي حتعملوا الحاجه اللي احنا ما عملناها، يعني حتمشوا بمسيره وحتجيبوا افلام وحتعملوا حاجات عظيمه جدا، لكن امسكوا في الرساله وامشوا فيها بقوه وتعلموا كويس وفايت عشان يكون عندنا السينما السودانيه. كنت سعيد بك جدا استاذ سارة، يا الله جبارة وكامل المحبة وكامل الاحترام، وان شاء الله يا اخي مزيد من التفوق ومزيد من النجاحات دوما. الله يخليك، انا سعيد بك جدا.
إذن أعزائي المشاهدين، هذه كانت حلقة خاصة جدا من سينما سودان للحديث عن جائزة التهارقة الدولية للسينما والفنون التي أقيمت في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض بالتحديد، التي ارتكزت على مفهوم التعايش السلمي. هنشوف تفاصيل الختام ومنها لحد ما نتلاقى إن شاء الله في مساحة قادمة في حلقة جديدة من سينما السودان. إلى الملتقى، في أمان الله. مبشوش بالعز معروش اعرفه دي بلادي. زولن قال ليك اول ما لقاك هاك ما تفكر فوق، اكيد الزول ده سوداني. وقول لي كيف يكون الحال، قول لي كيف يكون الحال لو ما كنت كردافي معجون ببويت العز وطين الحريه مخلوط بعروبه صبره زوجيه. للفريق السمح، فريق جائزة التهارقة الدولية للسينما والفنون، وتعلمون حين أقول أحبكم أقولها والأعواد تسبق الأمنيات. لكم بحياة سعيدة وعمر مديد، لأنكم حقا نحن الأخوة والأخوات وأمهر فريق محب للسينما والفنون وعاشق للعظيم الملك تهارقة. لي الشرف أقول الاسم ده، اسم الفيلم ده فيلم اعتصام. فيلم اعتصام قدر يوصل رؤية واضحة لكل لجنة التحكيم عن فكرة التعايش السلمي والتعايش الإنساني كان موجود فترة اعتصام القيادة في أبريل الماضي.